الاستقبال الكبير يا مصطفى اللي كان موجود على الحدائق والمتنزهات العامة، مش بيكون بس على الخروج في الأماكن المفتوحة، لأ العيد كان في مواقع أثرية كتيرة كان عليها إقبال، المتاحف كان عليها إقبال شديد جدا. في التقرير اللي جاي هنعرف مدى إقبال الناس وخصوصا الشباب على المتحف المصري في أيام عيد الأضحى المبارك. احنا بقى لنا مده بره مصر، واول حاجه بتيجي في بالي ان انا هشوف مصر من اولها لاخرها، من اول يعني من 10,000 سنه لحد النهارده، هو المتحف. وبصراحه ده افضل قرار، وبقى لي مده يعني منتظره ان انا اروح المتحف، وحبيت ان انا اروح مكان يكون مش تقليدي واكون حاسه فيه بمصر فعلا اللي انا اتحرمت منها من حوالي 10 سنين واكتر. واحنا جربنا نعمل حاجه مختلفه، نيجي نشوف اثار بدل ما نعتمد على الخروجات دايما ان انت رايح جنينه وكده، جينا نشوف اثار والحضاره، نتعرف على الحضاره اكتر، نبقى قريبين من الحضاره المصريه ونشوف القدماء المصريين عملوا ايه وهم كانوا فين واحنا دلوقتي فين. انا قررت اجي اقضي العيد في المتحف لسببين. السبب الاولاني عشان خاطر عندي الاولاد الصغيرين يشوفوا الاثار بتاعه البلد القديمه، خصوصا ان هم درسوا بعض الحاجات دي موجوده في المدرسه، فبالتالي اللي شافوه اللي درسوه يشوفوه بالمره عملي. ده عشان كده انا قررت اجيبهم السنه دي هنا. انا حبيت النهارده اجي المتحف عشان هو احلى من الجنينه بكتير. المتحف جميل واثار كويسه جدا، والميزه كمان ان احنا لما كنا دخلنا لاول مره مصر نزور المتحف، ان احنا دلوقتي الاسر مترتبه بالترتيب، بدايه من اول حاجه قبل الاسرات، وبعد كده بنبدا ننزل في عدد الاسرات، فدي كانت ميزه كويسه لحد مثلا لو مش مصري جاي هيفهم ان هو ما درسش حاجات زي دي قبل كده. المتحف المصري طبعا هو المتحف اللي موجود فيه اكبر قطع اثريه ترجع للحضاره المصريه القديمه، بدءا من العصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني. المتحف بيفتح ابوابه من 9 صباحا حتى 5 مساء. موجود مجموعه اصدقاء المتحف المصري وهم طلبه وطالبات كليه الاداب قسم تاريخ، كليات الاثار، وايضا كليه سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحه.